مقاطعة النائب ألاعون وسط أخذ ورد حول حقيقة الإجماع المسيحي على اللقاء الأرثوذكسي. ما هو الموقف الحقيقي لبكركي؟ هل أجهض طرح اللقاء الأرثوذكسي؟ ضيفنا اليوم في استوديو حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك دكتور الرئيس إليل فرز. قبل ما نبدأ نقاشنا اليوم بدي أتوقف مع اتصال هاتفي مباشر مع المطرب بولس صياح مباشرة من بكركي. صباح الخير سيدنا. شكرا لسيدنا. حبت الغطاء والموافقة على طرح اللقاء الأرثوذكسي من بعد ما أجمع عليه المسيحيون في بكركي. جزافي خليني أوضح. أول شيء بكركي لم تطرح القانون أو أي قانون، القانون الأرثوذكسي ولا أي قانون. بكركي من أول الطريق عم بتقول نحن لا ندخل تقنية هذه الأمور لأنه شغلتنا ولا يدرين نحن فيها. نعم. نحن نحاول أن نجمع الناس يكون بكركي مساحة بالإسلام يتبقوا 64 نعم. يكونوا تمثيل هيدا الأفضل. طيب سيدنا امبارح سمعنا يعني اخيرا ما بدي فوت بكركي بزواريب السياسي، ولكن عم نسمع انتقادات حول هذا الطرح، طرح لقاء ارثوذكسي. اولا انه مش كل المسيحيين اجمعوا عليه يعني. الذي حدث نحن لا لبس في ان ولا ابا بمجلس النواب. ريتا صباح الخير، يعطيك العافيه. صباح الخير مجددا لك ولبلدك. عفوا انا خلص خلصنا بس ما فهمنا. لا بس تفضل، نحن على الهواء. نحن على الهواء. تفضل تحكي لي على الهواء. نعم نحن على الهواء، كنا بدنا ننتقل الى مجلس النواب. روح لمحل ما بدك بس قلي شو خصصيها. نعم لحالات اخرى انا بس كون موجود بدك تلحظي تكامل الجمهور. خلينا ننتقل على كل حال شو ما كان يعني هذا القرار اللي بدك تاخذه. اهلا وسهلا فيك في الاو تي في. ريتا نصور ستخبرنا عن اجواء مجلس النواب مباشره من مجلس النواب. ريتا صباح الخير. صباح الخير. نجيب مواطنين بعد انه ما بوافقوا على هذا الطرح لانه غير ميثاقي. حضرتك توجهت الى النائب انا بسال سؤال الشخص طرح لقاء أرثوذكسي بهذه الجدية، إلا أنه ما نشهده اليوم هو ليس إلا مضيعة وقت بعدين لإجهاضه بذريعة أنه مش كل المسيحيين يوافقون عليه. صحيح محاولات. أعتقد أنه هذا الطرح نقل الصراع إلى الساحة السنية الشيعية، يعني غالباً ما كنت تتحدث حضرتك عن هذا الصراع السني الشيعي وعدم زج المسيحيين في قلب هذا الصراع، اليوم أصبح طرحك حضرتك طرح لقاء أرثوذكسي في قلب هذا الصراع الشيعة، يعني عفوا على هذا التعبير، ولكل الأحزاب الشيعية حزب الله وحركة أمل أيدوا هذا الطرح دعما لحلفائهم اليوم تيار المستقبل. هل دخل هذا الطرح في هذا الصراع؟ أنا كنت أتمنى أنك نقلت الصراع من الساحة المسيحية إلى الساحة السنية والساحة الشيعية. في بمقابلات سابقة كنت تقول حضرتك أنه عندما يحين الوقت وعندما يطرح هذا الطرح على الطاولة سأقول من هو المعرقل ومن هو الذي يعني اللي بيوقف هذا الطرح. من هو؟ قلت لك كنت أتمنى طب على السنة
الكثيرة وزملائك المسيحيين هم الذين يمكن عم يعطوا الذريعة لهذا الموضوع. شو بتقول بكلمة أخيرة هيك؟ هل سنتوصل إلى إقرار هذا القانون؟ شكرا اليوم بحوار اليوم مشاهدينا، شكرا على متابعتكم هذه الحلقة. طبعا برنامج حوار اليوم يتجدد غدا في 8:00.